صباح الفل. صباح الفل. صباح حلو برضه. ازاي حضرتك؟ الله يخليك. مزرعتكم جميله وقريتكم كلها جميله من ساعه ما احنا مشينا كده من على الطريق، كل حته وقفنا فيها حلو. ده من ذوق حضرتك؟ لا بجد. ايه القريه دي وازاي فيها ورد كتير كده؟ هي بتشتهر عزبه الاهالي ان هي متخصصه في الزهور القطف، متخصصه في النباتات الزينه. في جزئين يعني، ناس بتتخصص في زهور القطف بجميع اللي هي زي دي، اللي هي الورد البلدي، الجبسفيل، السبيداجو، الجلاد، في حاجات كتير من زهور القطف موجوده، في ليليا معاده وليليا موريانتا، عصفور النيل، عصفور الجنه والزنبق، كل انواع الزهور بتشتهر بيها عزبه الاهالي انتاجها. طب ومزرعتك انت الجميله دي، انت اللي ابتديتها ولا ورثتها؟ لا، والدي. والدك اللي والدي اللي عملها. انت طول عمرك شغال في المجال ده ولا كنت شغال حاجه تانية؟ لا، ماليش شغلانه تانية، هي دي شغلانتي، ده مجالي و بحبه جدا. حتى لو انا زرعت وما انتجتش او انتاجي طلع ضعيف وما كسبتش ما يزعلنيش، المهم ان انا اشوف الحاجه اللي بنتجها بايدي. بتحب كده جدا؟ واحب اول لما حد يكلمني على حاجه انا بعملها، يعني زي الورد، لما حد يتكلم عن تفاصيل الورد انا ببقى عاشق الشيء ده، يعني حاجه جميله بالنسبه لي. عم مصطفى، انت كملت تعليمك ولا؟ انا كنت وقفت عن التعليم من حوالي 15 سنه ورجعت تاني، كملت مجبور من ولادي ان انا اكمل تعليم عشان هم دخلوا كليات فعايز يبقى معاهم مؤهل. ولادك اللي خلوك تكمل تعليمك؟ رجعت كملت. انا ما كنتش بحب التعليم، انا كنت بهرب من المدرسه عشان اجي المزرعه، الزراعه، عشان اجي المزرعه. بقول لك ايه يا عم مصطفى، دلوقتي عايزه اعرف شويه بقى عن التجاره والصناعه بتاعت موضوع الورد ده. يعني انت مثلا الشتلات بتجيبها منين؟ تستوردها ولا؟ كل الشتلات اللي احنا بنشتغل فيها بتيجي من هولندا. من هولندا؟ من هولندا. اشهر حته في الورود. هي اصلا بتلم من العالم كله اللي هي الحاجات اللي عايزاها وتصدر للعالم كله اللي هي بتنتجه. فانت الشتله بتجيبها من هنا؟ كل الشتلات بنجيبها من هناك. احنا مصر ما بتنتجش شتلات، احنا بقى خدنا شتلات عملناها زي الجبسفيل، زي السبيداجو، زي الحاجات اللي هي اللي بنشتغل بيها. كنا بناخد الشتله قطن نزرعها ونعملها امهات وننتج منها ونزرع. تنفعك الشتله اللي انت جايبها من هولندا دي كام مره؟ لو انا حافظت عليها تقعد 6 اشهر تنتج. انتاج شتله قطن طلع الورد حلو. كام قطف اقدر اقطفه من الورد ده؟ الامهات بتجيب من حوالي من 20 ل 25 شتلايه. حلوه. العود كل ما بيتقطف بيشيل اكتر بعدد، يعني انا اول كان عود واحد قطفته شال اربعه، بعد الاربعه بقوا 8، بقوا 16، بقوا 20، بقوا 22، لغايه ما يعدي 6 اشهر وهي بتنتج كده. حلوه خالص. واللي بيجي ياخد منك هنا ده محل ورد؟ انت اللي مثلا عندك عربيه بقى مكيفه تودي له الحاجات دي، ولا محل الورد اللي بيجي هنا، ولا بتوصل ازاي؟ احنا عندنا عربيات وفي ناس تجار بتيجي تاخد من جمله وتنزل السوق. طب بتبيع لتاجر؟ لتاجر، وببيع في السوق، يعني انا ليا محلات بنزل لها، في ناس بتنزل تطلب اوردرات بننزل عربيه تنفذ اوردراتها. التاجر بيجي يشتري بالجمله، فبيبقى في فرق في التفاوت الاسعار. طبعا. طب وانت عندك عربيات مخصوص لنقل الورد ولا؟ صندوق مغلق وفي ثلاجه. صندوق بثلاجه. اي نوع ورد يتنقل فيه؟ اي نوع، وهو اي نوع ورد للحفاظ عليه بيتنقى من درجه حراره عاليه زي الصوبه، بيتحط في ميه 3 ساعات يخش الثلاجه، ياخد 3 ساعات وبعد كده يتحرك مطرح ما هو عايز. ياخد صدمه في الثلاجه يقوم يهدى في التفتيح، حتى الورديه ما تفتحش بسرعه وتموت من عند الناس بسرعه. طيب انت بتصدر ايه؟ بتصدر ايه يا مصطفى؟ احنا بنصدر من مصر جرزانتم، بنصدر الجبس اللي انا لسه مش عارفه هو ايه. هنقول لك جبس فيل، جرزانتم، الخضروات اللي هي قشطه وسلومي وشوفليره ومونستير، حاجات كتير. بتصدر كل ده للسعوديه؟ للسعوديه، دول عربيه. واقوى بلد فيهم السعوديه؟ السعوديه، الدول العربيه بس.
لا عشان قريبة ولا عشان انت ما تقدرش تنافس في اوروبا ولا هم اساس الموضوع ما روحش ابيع المياه في حرب الساقين هم شغلتهم مزبوط. ما ينفعش خلاص خلينا احنا اقليميا في الحته بتاعتنا على قدنا. حلو قوي حلو قوي مصطفى انت عندك كام عامل هنا في العزبه معانا حوالي في العزبه ولا عندي لا يعني المزرعه في المزرعه في المزرعه حوالي 12 واحد 12 واحد يقوموا بدي انت بتزرع كام فدان تقريبا خمس فدادين ما فكرتش مثلا تستاجر ارض اضافيه بستاجر وبغير بس بقعد خمس سنين يعني انا اجرت هنا خمس سنين وارجع اسيبها خمس سنين عشان تزرع حاجه ثانيه وبعدين تنقل حته ثانيه في مكان ثاني فعندك 20 واحد ولا 12 واحد اللي بيطلع بره ده يوم موسمي يعني بيجي وقت الشغل ويمشي انما الاساسي بتاعي 12 13 لغايه 15 بعد كده في موسم القطف مثلا تجيب ناس اكتر كل ناس بيبقى في كل واحد شغله بقى عم مصطفى ينفع تعرفني على عامل من اللي انت بتحبهم يفرجني بقى كده حاجات معينه في الارض واصناف الورد هنحط تخصص الورد يبقى عامل شعبان يا عم شعبان نعم شكلك جميل بصحبه الورد دي وفي وسط الورد الحلو ده الله يخليكم انتوا والله العظيم احنا اجمل قلت لي انتوا كترتونا كترتونا شويه انبسطت قوي بالكلام انتوا كترتونا حلوه يا عم شعبان طب بقالك كام سنه مزارع ورد يا عم شعبان لا انا بقالي كتير بقالي 25 30 حاجه زي كده كل ده مزارع ورد ورد وخضار برضه بتزرع برضه خضار بزرع خضار عندنا لنا احنا ليه كنتوا تاكلوه ناكله ونبيعه برضه عندك حتة أرض صغيرة بتزرعها بنزرعها بنستأجر شوية بتستأجر بيبقى في يوم أجازة وبنستأذن من الحاج مصطفى ناخد منه يوم كمان يعني العملية بتمشي ونشوف حد معانا يساعدنا طبعا الورد اللي أنت ماسكه ده أنواعه إيه يفرق إيه عن بعضه يا عم شعبان؟ لا يفرق كتير ده اسمه ورد بلاك ده البلاك؟ ده البلاك ده اللي هو شيك قوي ده ولا مش ده في أشيك منه اللي هو الأشيك منه اللي هو الكيني مستورد ده مش مستورد؟ ده مستورد، لا ده مطعوم مصر، طعمة مصرية. عشان كده ساقه أرفع شوية لا كده؟ لا بيبقى فيه أشد بس هي الشجرة بتاعته ضعيفة. ده كيني؟ ده كيني. ده كيني. شكله قوي. والبلاك برضو قوي حلو برضو بس وشكله جميل. العود بتاعه ضعيف شوية. وريحته جميلة. ده فيه أحلى. واللي وريني. البامبا دي إيه؟ دي بقى برضو دي مستوردة. دي مستوردة برضو؟ كيني ريحتها احلى كمان كيني هي مطعومه هي بتتطعم على حاجه اسمها نسر هنا نسر وبياخد الطعمه من الورديه نفسها يطعم النسر يعني الشتله اللي بتجيبوها مستورده بتطعموها لا احنا ما بنطعمش الشتله امال بتطعم ايه؟ احنا بنجيب الزهر اللي زي ده بيطعم بيه النسر اللي هنا بيطعم ازاي يا عم شعبان؟ بيطعم دي بتطلع عين كده ها عين يعني ايوه عقله لا اقل من عقله يا دوبك تبص كده بياخدوها يشقوا النسر كده النسر كده ويلفوا عليه بلاستيك تطلع مستورده ايه البامبا الجميله دي دي برضو مستورده دي حلوه قوي طب جدا ده موف بس ملهاش ريحه لا في لا دي ملهاش ريحه قوي دي ايه اللي بيخلي الورد حبه له ريحه وحبه مالوش ريحه هو في اشهر معينه كده اشهر لا فهمني الحتات تقريبا. يعني احنا لو بنقطف من شهر معين يبقى ليه ريحه وشهر معين مالوش طبعا محدش يعرف المعلومه دي الورد في الشتاء ريحته هو بتبقى قليله شويه ما بتبقاش موجوده الا في المكان المغلق اشمها دي بيضه ملهاش ريحه مش قوي بس شكلها جميل شكلها جميل ما دي كيني كيني برضه اللي هي كيني متطعمه انا متهيألي فهمتهم خلاص امسك انت شكلك جميل بيهم الله يخليك فانت بقالك فوق ال 30 سنه مزارع يا عم شعبي تيجي هنا ساكن فين؟ ده انا ساكنين في بلد فرحنا هنا اسمها كفر منصور انت مصاحب هنا الناس اللي موجودين العمال بتوعك عشره عمر طبعا كلنا وانتوا بتسقوا وتزرعوا وتقلعوا ما تسمعوش مزيكا ما تحبش تسمع حاجه ما كل واحد بيحس بيسمع حسب مزاجه بقى صحيح انا ساعات بدندن واسمع قراءه الفنجال بتحب عبد الحليم وساعات بدندن واسمع ام كلثوم ها بتحب ايه صوتك حلو ولا مش قوي لا مش قوي طب ودندن كده وانا يمكن ادندن معاك حاجه قول بس اقول ايه قول يعني قريه الفندق وسط الناس دي كلها الواحد اقول يا قلبي جربوا الحب وراه الحب وراه اشجان وقلم ها واندم واتوب ها وعلى المكتوب ما يفيدش ندم صحيح ده ايه حزينه قوي شوف لي حاجه فرايح دراماتيك شويه تحب انت الدراما انت كلك دراما والله يا عم شعبان كلك دراماتيك خليك ها تعالى يا عم شعبان